بيه ديال الخل وكنحطو فيه المخ باش كيسهل علينا التقطع ديالو باش كيسهل نزولو داك القشره ضروريه القشره الفوقانيه ضروري نزولوها للمخ فما ما كيمكنش لينا نحيدوها وهي هكاك لان كيكون خفيف ما يمكنش لك تحكمي فيه فضروري الماء غليان يعني مزيان نطفي البوطه نحط فيها المخ واضح من بعد كنغطي ديك الكاسرونه ديالي واحد 3 دقائق 4 دقائق حتى 5 دقائق كتعري كتجبدي المخ ديالك كتحيدوا ديك القشره ضروريه ديك القشره الفوقانيه وكنقطعوه على شكل مربعات هو ما كيبغيش يتقطع كثير الا كان ديال الغنمي غير على جوج كيذوب هو اصلا كيذوب بسرعه فضروري يعني تقسم غير على جوج كناخذوا البقرين طبعا الحال كنقطعوه على شكل مربعات هنا كنديروا له واحد الطريقه باش كيبقى شاد يعني ما يتفرتش ليا فكناخذ واحد المقله كنوضع فيها جوج معالق كبار ديال الزيت سواء زيت الزيتون او زيت المائده ومعهم شويه الملحه كتسخن المقله هنا من الاحسن ناخذ شي مقله اللي ما كتلصقش كتسخن المقله مزيان فيها داك الزيت وكنحطوا فيها الطريفات ديال المخ ما كنقربوش ليهم يعني نحطوهم فيها في العافيه ما تكونش مجهده بزاف حتى كيشد من واحد الجهه ونقلبوا على الجهه الاخرى بحال اللي كنقليوه هو بحال اللي غتشحريه باش ما يتفتش لك تحطيه فوق الشرموله انه هو كيتفتت بسرعه وهذا هو السر الناس اللي كيبقاو كيقول لك كيذوب كيجي المنظر ديالو خيب كيجي فهمتي ما كيتفتت فهكا بحال اللي كنقولوا له كنديروا له واحد الصعقه يعني كنغطيوه بواحد الغطاء اللي ما يعرفش يتفتت ليا فكنشحروا من هنا وضروري شويه مليحه باش يلذاد لينا من هذه الجهه حتى كيتقادوا لنا ديك الطريفات كاملين وكيشدوا في راسهم كناخذوا كنصبوا له الشرموله ديالو هو الشرموله ديالو معروف لان المخ بوحده ما كيجيش ضروري فيه مطيشه كناخذوا واحد جوج مطيشات كنحكوهم في الحكاكه الغليظه من طبيعه الحال بدون زريعه في مقله جوج معالق ديال زيت الزيتون ورقة سيدنا موسى دريس واحد ديال الثومه شويه ديال المليحه لان ديجا حنا درنا الملحه في المخ غير شويه ديال المليحه وكنشحروا ديك المطيشه حتى كيدخل فيها الطياب يعني ماشي غتلق لنا الماء يدخل فيها الطياب مزيان وكناخذوا كنضيفوا لها الربيع اللي هو معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس كنضيفوا لها شويه ديال القزبر يابس واحد ربيع معلقه صغيره ونص معلقه الفلفله حمراء وضروري ما نستعملوش الابزار كنستعملو شويه السودانيه اولا شويه الهريسه غير شويه ما يحروش ولكن يلدو كنستعملو العسل ديال الحامض ضروري في هذا الشرموله واحد قطرات ديال العسل لا مع مطيشه ملي كطيب وكتزيد ديال الشرموله كتزيد قطرات ديال العسل الحامض من بعد كنضيفو نص ربع كاس ديال الماء معلقه ديال صلصه الطماطم اللي هي ديال الحك واضح معلقه صغيره كتخفيها بشويه الماء وكتوضعيها كتدي وتجيبي هاد الشرموله مزيان وكتاخدي المخ اللي هو مصاوب اللي قطعناه وشحرناه وكنستفوه في ديك فوق منها سواء في المقله او لا في شي طاجين اللي بغينا كنوضعوهم فوق الشرموله بطبيعه الحال وكنغطيو الطاجين ديالنا وكنخليوه واحد مده ديال 15 دقيقه على حسب كنغني راه غير 10 دقائق يكون واجد كنبكري كياخذ الوقت ديال واحد 25 دقيقه باش كيدخل فيه الطياب نعم البوطه تكون مهينه من طبيعه الحال هو ملي كيبغي يتقدم ضروري شويه ديال المعدنوس من الفوق ديالو هكاك باقي خضر باش كيعطي هنا راه المخ ضروري تقلب على الجهه الاخرى يعني باش كياخذ اللون ديالو باش كيجي رائع في المنظر بالصحه بالراحه.